التولز اللي هو القطع، الهارد قطع نفسه بيبقى عمودي على الشغل نفسه، يبقى عمود نازل عمودي عليه. بمجرد ان انا المس عندي هنا بالظبط الشغل عندي، وبعد برفع الشغله قمت قطع واتحرك طولي او عرضي بعمل تشغيل، عشان كده عمودي عليه. هنا الفريزه الرئيسيه بتتكون عندي من ثلاث اجزاء رئيسيه. رقم واحد اللي هو جسم الماكينه نفسه قدام دوت بالقاعده ده مسمى القائم. نمره اثنين الجزء اللي فوق دوت مسمى الهيد او الراس اللي هو بيثبت عليه السكينه او القطر لحد القطع نفسه. نمره ثلاثه اللي هو التيبل ده كله ومسمى الركبه اللي بيثبت عليه الشغل. تيبل هيد وايه؟ تيبل هيد والقائم. اللي هو القائم اللي هو جسم الماكينه نفسه اصلا ده قائم. كل واحد مكون من ايه؟ القائم نفسه مثبت داخله من جواه الموتور الكهربائي اللي هو بيديني سرعه دوران الشغل عندي من الكهرباء كدورانيه. ثانيا جواه في جير بوكس صندوق تروس. الجير بوكس دوت اللي هو بتحكيلي بسرعه دوران السكين، بسرعه مناسبه قد ايه، والسرعه دي بختارها حسب نوع المعدن ونوع التشغيل. هل المعدن طري الومنيوم او زهر او نحاس جرافيت، حسب نوعه هو فبختار سرعه مناسبه له، وبختار تولز حد قاطع مناسب بحيث يكون صلابته اعلى من المعدن نفسه عشان الشغله ما بتاثرش على القطع الموجود عندي. عندي كمان في قلب القائم مجموعه تروس ثانيه ودي خاصه بسرعه الفيد، سرعه التغذيه. سرعه التغذيه يعني الشغله بتمشي بسرعه منتظمه قد ايه، عشان بيحدد له انا عاوز الصفحه دوت درجه العومه قد ايه. فممكن عاوز صفحه ده ناعم ودي مثلث او اثنين، عومه عاليه عومه قليله، انما ايه بالظبط. يبقى القائم ما هو الا جسم الماكينه نفسه مثبت على الارض، في قلبيه الموتور الكهربائي اللي بيديني صفحه دوران، عليه مجموعه في جير بوكس صندوق تروس اللي بيديني الامر سرعه دوران السكينه بسرعه مناسبه قد ايه، او مجموعه سرعه الفيد لسرعه التغذيه اللي بتخلي الشغله بتمشي بسرعه منتظمه قد ايه عندي. في بعد كده الهيد دوت اللي هو عندي اللي هو الراس اللي هو بيثبت عليه الحد القاطع او السكينه. ازاي بيتم تثبيت السكينه في قلب الهيد دوت؟ في قلب القلب نفسه، قلب ارتفاع الهيد عندي دوت هنا اللي هو السبندل اللي هو العمود الرئيسي نفسه، من جوه شكله مخروطي، شكله مخروطي بالشكل ده. طبعا بعكس مجوف من هنا. لما اجي اركب عليه السكينه او القطر عندي السكينه ديت بنفس المخروطي، بمجرد ان اركبها اضغطها كده بتعشى معايا تثبت. بس انا ممكن ضغط ايديا برضو مش قويه، لو انا ممكن بعد تلامس او احتكاك ممكن تسيب بقى تقع. ازاي اثبتها كويس؟ بستخدم حاجه اسمها مسمار شد اللي هو راكب عندي فوق ده. ده شكله عباره عن بالطريقه دي. يعرفني استخدمه ازاي؟ السبندل دوت هنا عباره عن اسطوانه مجوفه بركب بيه بتقوم من فوق بتنزل تحت هنا. في قلاوظ في الاخر. والسكتر نفسه هنا هنلاقيه مجوف وفي قلاوظ. اربط ده يطلع. ماشي واضح كده؟ بعملها مستعبه؟ ايه؟ لا. هنا بص هنا عندي اهو القلوزه اهو بركبها واربط عندي القلوزه ده سن شمال، بلف شمال كده اربطها وعن طريق مفتاح من فوق بربطها كويس. طيب طبعا القطعه نفس السكينه بتلف يمين مش هتقطع معايا، والقلوزه هنا رابط شمال فيستحيل ده يفك مني ابدا او يسيب ايه لما انا افكه ابعده عن بعض. يبقى كده هنا احكمت تثبيت التولز اللي موجوده عندي دوت. طب افتراضا انا عندي الكتر حجمه او قطره صغير زي كده، مصمت مصمت زي كده وحجمه صغير، طب اركبه هنا ازاي؟ بستخدم كولي. كولي زي كده شائعه زي كده. نفس التوب برضه موجود هنا برضه اهوت. اثبت الجزء ده هنا الشائع ده الجزء دوت. في من داخل جوه هنا فك الصاموله دي. وانا عندي كل الشائع عندي
دي شقه. الشقه هتحس بيقول لك ايه مشقوقه اصلا اربع تربع. لازم اختار التولز المناسب ليها. هنلاقيها مكتوب عليها كام رقم 20. لازم اختار قطر عن سكديات كل 20 فاتت قلبها من جوه هنا زي كده. طبعا هتلاقي فيه نازله خفيف خفيف هنا بمجرد ما تركب عندي كده واركب عندي الصاموله نفسها واركب ده القطر عندي هنا اهوت. كل ما احكم هنا تثبيت اربط ده كويس يمسك ثابت عندي ده زي ما اركب هنا بالظبط. كل ما اربط كويس هنا ثبت لي ده كويس معايا. وبعد كده اقربه كده ومركبه عندي في السبيد الموجود وابدا بعد كده اعمل عمليه التشغيل. طبعا التشغيل هنا لما يتم السكينه عندي ثابته ما بتتحركش بتدور بس. لما اجي اعمل عمليه تشغيل واقوم قاطع لازم اقرب الشغله نفسها للسكينه اقربها منها حسب الاتجاه اللي مقربه ليها ده عمق قاطع بالنسبه لي. انا لا دي بتدور بس دي ثابته مثبته عندي دي مسامير عندي هنا هي مثبته جزء ده. بطلع وانزل واتحرك يمين وشمال كل ده عن طريق الركبه عن التيبل عندي كده. يبقى انا بحدد باخد عمق القطع عن طريق التيبل عندي عن طريق الشغل. لو انا شغله سكينه اكبر لو انا طلعت لفوق قربتها كده لفوق باخد عمق قطع واتحرك حركه طوليه او حركه عرضيه يعني اقلل المسافه اللي عندي هنا. ولو انا عملت العكس خدت من الجنب من هنا او من الجنب هنا بدخل مسافه كده واتحرك حركه عرضيه بقلل المساحه دي من ما اسوي الصف عندي وبقلل الطول بتاعه والمساحه اللي انا عاوزها. ممكن اسال سؤال؟ مش ممكن اتقف بالاداه دي؟ ممكن اتقف بيها ممكن اركب بونطه هنا. صح؟ اه ممكن اركب بونطه بس طبعا ليها كولت خاص بيها برضه مناسب ليها. يبقى عندي قلنا ديت كده بالنسبه للسكينه اللي عندي الانديميل بعمل بيها تسويه اسطح من جميع الزوايا عندي او بستخدمها بعمل بيها ممكن اعمل بيها تشكيل مجرح حرف يو بالشكل ده. ان انا بنزل عمق عندي كده هنا وابدا حركه عرضيه تشكل لي الشكل حرف يو عندي حسب الطول اللي انا مسموح بيه اللي انا محتاجه اللي انا عاوزه. عاوز اغير الشكل دوت اعمل شغل فيه تاني زياده اعمل تي سلوت او اعمل في او اعمل اشكال تاني. لا ما ينفعش اخش انا اركب حاجه زي كده في جزء مصمت واعمل تشغيل بيه مره واحده. لازم اعمل افرغ الاول عشان التفريغ دوت فاضي هنا ويبدا بعد كده يشكل لي الجزء الثاني زي الصوت الموجود عندي. بعمل هنا افك دوت واركب سكينه تي شكل تي دوت دي المجرى عادي اللي هي حرف يو. وبعد كده افك ده واركب ده مطرح حرف تي يشكل لي التي سلوت اللي عندي هنا كده. يبقى هنا الفاضي دوت هنا في الجزء الفاضي دوت يتحرك عادي ويبدا ياكل بس السكينه اللي عندي دي كمان التي سلوت الموجود عندي. واضحه؟ دي برضه بس كتر اصغر بس اصغر. اه بس هنا بتعمل حاجه ثانيه يعني هتلاقي السكينه وسكينه. تعرف في يم عاليه ويم واطيه. بياكل من جزء لجزء لا. ده ممكن ياخد ايه؟ من تحت ومن فوق ومن حاجه مره. يعني هنا هلاقي في دي اكبر. دي واضحه. لاحظنا هنا هنلاقي في سنه واطيه وسنه عاليه. ماشي واضحه كده؟ سنة واطية سنة عالية. هنا لما ياكل حرك معايا سنة واطية تاكل من تحت والسنة العالية من فوق بتدي المسافة دي كلها. قلنا ده اللي بيريح السنة صح؟ أي بيريح السنة يبقى الضغط على سنة وسنة سنة وسنة. هنا كبرها المسافة دي بس. لكن هنا بيديني من عالية أعلى قمة وأقل قمة. فدي مسافة كبيرة شوية. عندي بعد كده في ميزه ثانيه عندي ان الهيد نفسه دوت مثبت على منقله تدريجيه. لو بصينا لما ثاني هنا
في تدريج عندي هنا اهوت. واضح في النص عندي زيرو اهو، العلامه دي العلامه الزيرو متصل بالظبط، ومجرد ان انا المسامير ديت مثبتها بهيدا وفكها سنه صغيره، ده سهل حاجه اقول مايل يمين او مايل شمال حسب عزاء الزيرو، واحد درجه اثنين ثلاثه لحد 45 45 على مين الزاويه؟ انا محتاج مين الزاويه قد ايه؟ عاوز مين الزاويه 30 40 45 10 حق اي مين الزاويه انا عاوز؟ والا هيمين بالظبط هو الجزء اللي انت الجزء ده كله؟ ده عباره عن صينيه يعني جزء بيلف بهوي الصابونه بس مفتوح بهويه فدي تلف بعد كده وتلف كده وتلف كده عشان لو شغل عايز كده عاوز اعمل شط اشطب جزء اخر الشغل هنا زي كده او من الاتجاه الثاني او انا عاوز اعمل مجرى فورمينج حرف بي في المساحه دي واضح هنا بمجرد ان انا هنا سكينة عمود هي اميلها كده واعمل تلامس هتحرك كده هديني جزء المايل ده مايلتها العكس هتلمس هنا وهتحرك كده دي جزء المايل عندي هنا انا عاوز الميل ده داخلي بلمس من كده من النص بالظبط عند المنتصف بلمس من النص عندي وهتحرك هدي ميل هنا وميل اللمه الثانيه نفس ميل هو هو هدي حرف الفي ده واحد يقول انا ممكن اعمل الفي ديت على الفريزن هورزونت افقيه انا مرتبط بالسكينه اللي هي على الفريزن الافقيه عرض سمكها قد ايه هتلاقيها 8 مللي 10 مللي يوم ما اعملها هيديني المسافه دي واذا زادت هزيد اكبر حاجه اكبر مسموح بيه للسكينه 10 مللي يعني عاوز حاجه اكبر هديها حاجه وهنا الميزه ان ممكن اعمل زاويه اي ميل زاويه 30 31 31 ونص 35 اي ميل درجه من اول درجه واحده لحد 45 درجه وممكن استخدم بدل السكينه ديت استخدم سكينه كبيره زي كده هديني ميل كبير جدا عندي بس لازم افك المسامير دي كلها بقى مش بفكها اللي في الظهر جزء مثبت التيبل دوت من ورا هنا بفكها بس صابون بهويها بس عشان ما تقعش عشان اميلها يمين بعد ما احرك من الزاويه اربطها تاني عشان ما تتحركش 45 45 يمين او 45 شمال بعد كده هاي النقطة المهمة عندي لو أنا عاوز أعمل مجرى تأكيد من الخبور مجرى الخبور ديت وظيفتها إيه؟ وظيفتها إن هي تربط لي جزئين ببعض يعني لو أنا عندي عمود أسطواني زي كده العمود دوت هركب عليه جزء ما سواء مربع من دائري المهم يكون طبعا من منتصف مجوف مجوف زي كده يخش هنا طبعا العمود دوت هنا كده ده وصل ده دائري هيلف معايا يمين وهيلف شمال مش حاجه حكمان انا عاوز العمود ده لما يلف يمين يلف ده يمين اجباري معايا لف شمال يلف شمال خبور خبور صغير خبور خبور دوت عباره عن ايه؟ يبقى الشكل بتاعه مربع زي كده طلع ليه فايده تقيس عندي الخبور ده بس دوت الدمزر كام؟ 10 مللي اعمل 5 مللي عمق في العمود 5 مللي عمق في الجزء الثاني نربط في الاثنين عشان يبقى نص هنا او نص في الجزء الثاني عندي بس هو الستاندرد بيبقى 10 ايه؟ الستاندرد لا بيبقى حاجين على حسب حسب حجمه ايوه انا بص ده المجري فين اهو بين زي البركه كده نص بس نص بس بارز بقع في العمق ونص فوق دوت خد اتعشق في العمود الثاني بحيث يبقى قطعه واحده يمشي حسب الاتجاه اللي انا عايزه ولما اجي اعمل كي عندي هنا على الشغله لازم يكون القطر عندي هنا عمودي على المركب عشان يديني المنطقه بالظبط ما يكونش من يمه ويمه ثانيه اي حاجه ثانيه اي بنتين هي لا هو الوظيفه نفسها مش اسطوانه اي حته هنزل فيها هو بعض
جزء لف يمين ثالث الجزء يعني لو انا ربطت ده هي ده ده عمود لف يمين لف يمين لفيت ده لف ده بره لا مفيش هنا مش هنا بقول لك الفور المجال الثاني لو انا عاوز اخلي الجزئين دول مرتبطين ببعض سواء دي مربعه سواء مستطيله سواء دائريه سواء نوعها ايه بالظبط فممكن اجيب جزئين مربعين يعني جزء مربع كده هو وجزء مربع ثاني قلبي اعمل برضه كيزه كده واضرب مربعين ببعض عشان الارض دوت وظيفه الكي هنا ان انا اخلي جزئين متصلين ببعض كانهم قطعه واحده ده لف كده يمشي معايا ده تربع كده ده يجي معايا ما يلفش جوه بعض هو مش دايما العمود بيبقى مدور ايه؟ مش العمود دايما بيبقى يعني توقف طب ما لو نزلت في اي حته بقى كده نزل عمودي على السنتر لا ما انا عندي مدور اهو انا لو نزلت كده حاجه كده دلوقتي وكده في النص لا انا قصدي يعني لو نزلت في اي حته في عشان ده دائري لازم يكون المتصل بتاعه هنا لو مربع هنا ما نسبه يبقى خلاص طبعا هنا بدور كده سكينة عندي هنلف بقى ساعتها انا بايع البتاع زرار اعتقد ان دي مناسبه كده ولا نعمل ايه مناسبه نرجع له عايزين نشتغل اكتر انا بقرب شويه للساعه الحركه اللي عندك يمين وشمال جوه بره بس فوق وتحت وطوليه برضه يعني كل حركات كده ارفعها لفوق حتى بقى كده المفروض ده بيبقى عند بره طب نرجع ده نطلع ده بقى بمشي الاول بس لازم امشي الاول ده اعلى نقطه موجوده عندي وانا مش بخش بالعرض ايه بخش بالعرض ايوه انا هنزل بالعرض فنرجع دي كده هتكيه اتحرك كده ماشي ايوه ما انا بقربه ما يتحرك هنا اهو بالراحه كده لمس في اليد نفسها ديت هنا مثبت عليها ميكرومتر هنا حدد ودبس القطع عمق القطع العمق قد ايه انا عاوز الشغله تخش جوه السكينه مسافه قد ايه بالظبط هحللها زي الميكرومتر عندي برفع كده وعن طريق هنا بحرك الكيبل نفسه حرك لفيف افصل ازود عمق ما ده بقى ده فوق وده كده ممكن اعمل في الفريزر حاجه خاصه بيها اعمل حاجه طوليه وحركه عرضيه في نفس الوقت مع بعض هوري شكلها الاول ازاي كده بص احنا كده الكي باين معانا طبعا بنزل بيها لحد ما يديني نص اللي عندي هنا خد بطلع بره واحط البرنر هنا بس العمق قد ايه اعرف المساحه اللي اسمها بيها هنا الماكينة الوحيدة ممكن اعمل حركتين في وقت واحد حركة طولية وحركة عرضية ده حبوب كتير ده اللي بيعشق الهدوم مع بعضهم بص يعني يا ابني وفي اللي بيحصل دول وفي حد بيدير هنا ممكن بص ممكن اشغل حركتين في وقت واحد حركه طوليه وحركه عرضيه ومجرد ان انا بعمل كده هلاقي الاثنين بيتحركوا بيمشي بميل زاويه 45 ما ينفعش لا
ممكن اعمل العكس لو كاست عندي كده. خلصوا المشي. كنا مشي نص ميلة. واضح؟ شفنا الكيب جميل ازاي؟ اللي هو تقليل الخروج بتجيب ازاي؟ لو انا قال مش اذا اسوي خط اوجع عندي. فالصدى لو انا عندي شغله معدن ناشف هيبقى استشارة عالي شويه. بستخدم حاجه اعلى. بستخدم سكينه حدود اعلى زي اللي عندي. انا شايف رجل اصيب عندي ده. شفت الملتقلب عامل ايه؟ من اول لفه. في فص عليها ملحوم اللي هو اللي هو كربيد. كربيد هو هو بس هنا بقى بيتربط بحامل عندي جزء ده سبيد جزء ده لقمه. هو دوت هو كربيد سعره عالي. ايه كربيد سعره عالي؟ اللقمه نفسها دي صغيره مش غاليه. لا يعني هما بيعملوا لقم عشان ما يعملوش الكلام. لا السكينه لوحدها دي لوحدها غاليه ممكن تعمل لها 300-400 جنيه. لكن السن لوحده صغير. الواحد دي تعمل لها 8 جنيه و10 جنيه. تمام. وكمان هي مربعه ممكن بقى بقلبها من 4-7 مرات. تمام. فعمرها اطول معايا. ولو واحده كانت بغير السكينه واحده بس حته واحده ما بغيرش الطقم كله على بعض. صح. واضح؟ يا جاسر. الشكل العام بيتم ازاي؟ اوريك عايز حاجه شبيهه ليها بالظبط. لا بص مش لون كلب دي نفس الشكل. هلاقي هنا دي هنا مجوفه فيها مغره هنا هي واضح. بستخدم لها كولت زي كده ده يعتبر كي هو المفروض هنا ده بينزل عندي كده بالظبط هنا جواها والمربع دوت اوكي بينزل المربع دوت هنا عشان اللي فيه دي يا اجبال يمين او شمال ومن تحت هنا مفرغه عشان طريق المسمار دوت بربط صاموله اللي موجوده عندي هنا اهيت عشان اثبت السكينه هنا ديت في الجزء ده دوت شكلها واضح كده. دي نفس الطريقه اللي هحط هتلاقي التوزيع هنا برضه عندي كده بيزع على تثبيت السكينه. ايوه عرفت كده ازاي؟ فديت بص هنا هتلاقي شكلها بص هنا في مربع اهو المربع دوت اللي هو في قلب الحامل نفسه شوف والسكينه دي اختها بالظبط دي لقم ودي هبت سكينه. انت بتصور عشان تذاكر منه بعدين يعني؟ دي سكينه محسوب ده منظر بس كده منظر. لا 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 دي كبات جوه دي ماشي كده شديده تثبت فيها جامد. بقلبها زي ما هنا هتلاقي بص تحت هنا هتلاقي مجوفه هنا عشان السكينه تبص على الوسط. لما تبات هنا بتجيب صاموله واظبط تمام وممتاز تمام كده كده ثبتت معايا. دي عشان تلف يمين اجباري معايا والصاموله عشان تبقى هي ودي جزء واحد. دي نفس الطريقه بس دي هايبريد ستيل ودي لو اكتر واضح كده؟ في حاجه في نقطه مش فاهمينها ولا حاجه؟